تمكنت مصالح الأمن الحضري 13 بأمن ولاية وهران من الإيقاع بمروجي هذه السموم وسط فئة الشباب. أسفرت العملية عن توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 26 سنة و 39 سنة، أحدهما مسبوق قضائيا. هذه العملية جاءت بعد معلومات المؤكدة المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر المصلحة، والتي مفادها عزم هذا الأخير على تمرير شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية قصد بيعها ترويجها عبر الأحياء السكنية التابعة لقطاع الاختصاص والأحياء المجاورة، مستخدما مركبة نفعية قصد التمويه وتضليل مصالح الأمن. بعد مراقبة وترصد النشاط المشبوه تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفه في حالة تلبس بحي الطورو على متن المركبة من نوع بيجو بوكسر. بعد عملية التفتيش الدقيق للمركبة تم عثور على كمية من الأقراص المهلوسة المقدرة ب 9600 قرص من نوع إكستازي مخبأة بإحكام داخل كيس بلاستيكي تحت المقعد الأمامي للسائق.